هاي جايز. اه ده انا باينه معاكي. هاي تمارا. هاي. لا هو مش لالي ليه كنت الاثنين. اليوم بدنا نحكي لكم عن ترند كتير كبيره اللي هي الفاني باكس. البلت باك دلوقتي او الفاني باكس يعني موضه قوي السنه دي بالذات في الشتاء. فانا وتمارا النهارده هنقول لكم هتلبسوهم ازاي بطرق مختلفه. سو اذا حابين تعرفوا كيف تلبسوها للشتويه بليز خليكم عم تحضروا هيدا الفيديو. الطريقة الكلاسيك الواحد يلبسها هي obviously على الخصر. سو اول شيء حنفرجيكم لوكس على الخصر. تنلبس مع جينز. انا اكثر شيء بحب البسها مع جينز مثل ما عندكم بهيدا اللوك وهيدا اللوك. وبحب البسهم مع جاكيتس او بليزرز بومبر جاكيتس. انا كمان بحب البسهم مع جينز بس بحب كمان استخدمهم كانهم هاي ويست بلت. بدل ما تلبسي بلت وشنطه ممكن تستخدمي الشنطه كانها بلت وهتدي لوك حلو قوي بالذات لو دريس مثلا واسع. او سكيرت وتوب وعايزه تفصلي ما بينهم ده هيبقى فكره حلوه قوي. برضو بحب البسها على شميز عشان لو الشميز واسع بتدي شكل. طريقه ايضا كمان تنلبس سونا مي يقول ايضا بس ايضا تنلبس هي على فستان ومثل ما قالت فرح نفس الايديا تبع الشميز الاوفر سايز تعملكم خصر. طريقة بعد هي نفس الايديا تبع الدرس بس انا عم بحب البسها على الجمب سوت. وفي فكرة تانية بدل ما تلبسوها بلت باج وتلبسوها از بانانا يعني بتحطوها على يور شولدرز ممكن تبقى معكوسة ممكن تكون يعني مثل الكروس باج. وهنا اي ثينك اول واحدين عملوا هيك هن جوتشي. نزلوا الباج تبعهم ولبسوهم بهالطريقة وانا وياك عنا جزدين الجوتشي كمان هو زيته. برضو الفابريك بتاع البلت باك بتفرق او الفاني باك ان لو فالبت مثلا ممكن تلبس بالليل اكتر او في ايفنتس اكتر بس لو جلد بتنفع الصبح اكتر بس تنفع الاثنين بس برضه الصبح اكتر وينفع على كاجوال وير اكتر. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من التبس اللي ادهلك انا وتمارا عن البلت باجز او الفاني باكس وعايزينكم تلبسوهم وتعملوا لنا تاك فيها وتكتبوا في الكومنت بوكس لو عندكم اي فكره ممكن نلبسها بطرق مختلفه ازاي وتعملوها ستايلنج. واعملي فولو لتمارا وانا على الانستغرام ولو حابين نعمل ستايلنج فيديوز او تبس تاني اكتبوا في الكومنت بوكس. وبليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب كمان للشانل وحنشوفكم فيديو الجاي.